العلماء وطلبة العلم أن يراعوه في تربية النشأ. نعم. يعني هذا الحديث يثير الشجون في مسألة الهجوم على الثوابت اللي هي سواء الصحابة أو السنة. وأنا قديما كنت تكلمت في هذه المسألة في أن كثير من الشباب قاعد يدخل على النت ويطالع مواقع اللي هي بتكلم عن الجهاد وغيره وكل دماغه مشغولة، العراق، أفغانستان، الشيشان، فلسطين، بس دماغه مشغولة بهذه القضية فقط، ثم لا هو يتعلم ولا يتعبد وقاعد عاطل وعامل فيها بطل بالأونطة ولا يجاهد ولا بيعمل حاجة خالص نهائي. وهذا هو الخطر، هذا هو الخطر الحقيقي. ان يعني ايه ملتزم؟ يعني هي القضية انك انت اعفيت لحياتك وانتهت القضية عند هذا القدر وقاعد تتفرج؟ لا، لابد. كان الرجل حين يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو، وانما يلتزم ان يتعلم. والقصة عمر بن الخطاب والتناوب في طلب العلم مع صاحبه أدل دليل على أنه كان اللي يسلم لازم يتعلم. يبقى اللي يلتزم لازم يتعلم، لازم يتعلم دينه، لازم يتعلم ولازم يتعبد. يعني لا يعرف طالب علم ليس له حظ من العبادة. وقد رأينا أنه لا يثبت في هذا الطريق، طريق الالتزام وطريق الدين، إلا المتعبد. لا يثبت، لا، حتى وإن كان مجتهد جدا في الدعوة، مجتهد جدا في طلب العلم، لكن من غير عبادة، حظ من العبادة في قيام الليل وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن، هذا هو الذي يثبت. هذه هي علاقة الخاصة مع الله عز وجل، علاقة السر، صلاح القلب. أما هذه الأمور الأخرى قد يكون في أكثرها حظ نفس، وهذا هو الذي يضيع. فلذلك نقول أن الإنسان ينبغي أو توجيه الشباب الآن إلى أن يكون له فعلا قلب قوي بالله، علاقة سر مع الله، عبادة مع الله، هي دي التربية أو التزكية التي نقصدها. فالتزكية تعني أمران: التطهير والنماء، تطهير القلب مما سوى الله عز وجل، تطهير القلب من الشهوات، تطهير القلب من المعاصي والسيئات، والتنمية، تنمية هذا الإيمان وتنمية هذا القلب بعد تطهيره بكثرة التعبد. هذان هما العنصران اللذان ربى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والقصة والحديث معروف في سورة المزمل أن الله عز وجل في بداية الدعوة ربى النبي وأصحابه على القيام سنة. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن الله عز وجل أنزل أصدر سورة المزمل وحبس آخرها سنة. بعد سنة فقام الصحابة حتى تورمت سوقهم، ثم نزل التخفيف في آخر السورة. الشاهد أنه إذا يعني اختير لي جانب التزكية فأقول أن على الشباب إذا أرادوا الزود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا نماذج. حديث هرقل مع أبي سفيان حين سأله الأسئلة، ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم باعتقاده أن النبي على الحق، حكم بماذا؟ بما أمره، بالواقع. بالواقع حين يرى الواقع، عشان كده أنا بقول أن المقاطعة ما جابتش نتيجة والكلام ما جابش نتيجة والمؤتمرات ما جابتش نتيجة وشتموا النبي تاني. ليه؟ لأن ما فيش الواقع الرادع، الواقع 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 الإسلامي. كما قلنا أن هرقل أثبت الحق للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماع الواقع. الواقع إيه؟ أصحابه يكثرون أم يقلون؟ مين اللي بيسلم له؟ بيعمل إيه معاكم؟ بيأمر بإيه؟ بينهى عن إيه؟ الواقع نفسه. فلذلك يقول الواقع الصحيح دليل على الحق. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة. من بعد ما استجيب له، فوجود الاستجابة تضحض حجة المنكر. فلابد من نماذج واقعية للإسلام، يعني نماذج واقعية حقيقية في بيوت المسلمين. الصوم القوم، العباد الزهاد، قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. بضعفائكم. نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين. بارك الله فيك. طبعا هو التربية حتى تتم على الوجه المطلوب
ولا يكون الإنسان متعبدا بغير ما شرع الله، لابد أن يكون هناك إسلام مصفى، يعني نص صحيح. نعم. حتى يتعبد المرء. وهذا هو الجانب الثاني. نعم. طبعا. نعم. الجانب الثاني اللي هو التصفية. نعم. أنا أتكلم عن التصفية. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أنا أقول يعني مبشرا بأن العصر الذي نحياه قد شهد صورة مشرقة من صور التصفية في كثير من المناحي، يعني بفضل الله عز وجل نرى الآن كثيرا من كتب السنة الصحيحة التي ميزت بين الصحيح والضعيف والموضوع، وكذلك بفضل الله تبارك وتعالى في مجالات أخرى. وإن كنت أقول لا زالت الأمة في أمس الحاجة الآن إلى منهج التصفية، ولن يقوم على هذا المنهج الخطير فرد هنا أو هناك أو هنالك، بل يجب أن تقوم بهذا المنهج مؤسسات كاملة. نعم. وتتبنى عطاء وتتبنى هذا التصحيح دول. نعم. وحكومات. صح. صح. أما أن ينفرد بهذا شيخ هنا أو شيخ هناك فلا زلنا نشهد خللا خطيرا. وأنا أقول بكل أمانة إن ما نلمحه الآن على أرض الواقع الدعوي من تشرذم وتهارج وتنازع واختلاف، بل وانحراف انحراف فكري وسلوكي باسم الإسلام بسبب غياب عدم تصفية المنهج. قد يقرأ الشاب الذي تحمس سمع الشيخ الكريم والشيخ الكريم في محاضرة أو في فضائية فتأثر وبكى وانفعل وانطلق فأحضر أي كتاب، هو لا يفرق بين الصحيح والضعيف والتحقيق، وقرأ يقرأ كلاما في غاية الخطورة. قد يتحرك هذا الشاب بعد ذلك من منطلق هذه العاطفة الجياشة لدين الله بجهل. وهذا الوجدان الحي بجهل، فتؤثر فيه هذه الشبهة التي طرقت عليه من هذا الكتاب أو من مواقع الإنترنت الخبيثة التي تعلم شبابنا الآن الانحراف الفكري والسلوكي في آن بدعم